منظر لاني صارت استحكام اليوم 4-5 اخذنا المنظمه ترابطنا بالسعر صار سعر كله سعر واحد المنظمات تعيفا ايوه تعيفا لا أيوة. تاخذ العويكه السنة مثل السنة الماضية، السنة الماضية ما صار إقبال أبداً، خلوا الغنام يعني يكره حاله ليوم العيد، يوم العيد صار بدهم يسحبوا 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 يسحبوا، كله صار بيدين التجار، والسنة نفس الأمر، ما في إقبال إلا أهالي وتجار، أهالي وتجار، منظمات ما صار إقبال نهائياً، إلا على الغنم الضعيفة، مع الأسف يعني. المربين احنا نستنى هاليوم هذا مربين صار لنا 6 أشهر 6 أشهر يوم من جل عيد كان خروفنا حقه 5 دولارات اليوم جاي يدفعونا 4.5 دولارات اشترينا برمضان الكيلو ب5 دولارات و35 اليوم بعنا ب4.25 يعني خسرنا كثير ما في يعني ما في سوق حركه بالسوق ما في واضطرينا نبيع يعني علينا دين يعني نحن اخذين من العالم بالدين على اساس على بيع على فتحه العيد وبعنا بخساره يعني خسرنا ما في يعني ما لمينا حق العلف اللي علفناه للخريف وما في يعني هالخريف اللي نجحت معنا يعني علفناها على الفاضي وبعنا يعني الكيلو ب4.25 ونحن مشترين ب5 و35 و5.25 و5.10 يعني سوق تعبان طاول والله السوق ببلاش حتى خلف يعني المنظمات اكثرتها اجت غنم وغنم ضعيفه وتشتغل المنظمات على وقفة العيد تشتغل يعني تكلفت العالم ايوه كل المنظمات كلها مترابطه ببعضها ايش بابا احمد كلها مترابطه ببعضها صارت عند تجار والتجار تاجر على تاجر صارت وهنا المنظر الغنام المربي منظر المستفيد التاجر الاولي اذلب يمكن ارتبه كل المنظر اليوم الغلاء العمله كله بالحق بعضه يعني اليوم الشغله اللي كان حقها 100 دولار صار هلا بقلب على التركي صار حقها 3000 تركي يعني اليوم 3000 تركي ما بعد تساوي 125 دولار هذا السبب يعني السبب شيء بقلب السوق على التركي شيء العالم تشتغل على الدولار هلا انا في علي دين مفروض هلا ادفعه وما معي ادفعه هلا انا بعت خريبي لبعد العيد هلا اللي صاحب الحق اللي عم بطلبني بده يقلبن علي دولار لبعد العيد بجوز الدولار يصير ب3000 كون خسرت الخساره بخسارتين لسه السبب ما بي تصدير المنظمة وتصدير ما بي يعني يعني زي المنظمة يعني طرقات زاد ما إذا ما اشتغلت ما بي حدا مصاري ما حد عنده الشعب إذا ما ضحت المنظمة الشعب ما راح ياكلوا ضحايا السنة شعب ما عنده مصاري أبو طراد عم يعطي علينا احكوا لنا معه